أخيراً رجعت بيت جده القديم. ياه، المكان هنا كان وحشني قوي. الله يرحمك يا جده، لو كنت عايش كنت فرحت إن رجعت من السفر. الله يرحمه، كان راجل طيب. أيوة فعلاً عندك حق. إيه ده؟ هو مين اللي كلمني دلوقتي؟ مين اللي بيتكلم هنا؟ شاجي، أنا اللي بكلمك. طب ما تقول يا عم، خضتني. نعم، البيت بيكلمني. يا ماما، حد يلحقني، حد ينجدني، البيت بيتكلم. الحقوني. مالك يا سيمبا زعلان ليه؟ بابا وماما هيروحوا يصطادوا ويغيبوا عني 3 أيام، وانا ما بحبش اقعد لوحدي. بس كده؟ هو ده اللي مزعلك؟ ولا يهمك، انا هاجي اقعد معاك. بخ، ايه يا ممور، خضتنا يا عم. اروح فين انا دلوقتي؟ بيت جدي اللي كنت هقعد فيه طلع بيتكلم. انا لازم ادور على حد يجي يقعد معايا في البيت ده. مش هتقدر تمسكني يا سيمبا، انا اسرع منك بكتير. خلاص قربت امسكك يا نمور. برافو عليك يا سيمبا. خلاص حرمت اخدكم تاني، بس اترعبتم صح؟ ايوه يا نمور اترعبنا. سيمبا، نمور، القرد شاجي رجع من السفر. حمد لله على السلامة يا شاجي. وناوي تقعد معانا على طول بقى يا شاجي، ولا هتسافر تاني؟ لا، انا ناوي اقعد معاكم على طول. في بيت جدك اكيد. بيت جدي؟ ايوه طبعا. ما تيجوا معايا، انا خايف اروح هناك البيت لوحدي. ماشي يا شاجي، احنا جايين معاك. بس انت خايف تروح لوحدك البيت ليه؟ البيت بقاله كتير مقفول، اكيد مليان فيران. ايه ده، انت بتخاف من الفيران؟ والله يا شاجي موضوع الفيران ده كان عايز قطه، كانت هتخرجهم من البيت كلهم. شاجي، الحمد لله على السلامه. الرجل الاخضر، وحشتني. الله يسلمك. متجمعين كلكم كده ورايحين على فين يا جماعه؟ رايحين على بيت جد شاجي، اصله خايف يروح لوحده، شاجي بيخاف من الفيران. ما تيجي معانا يا رجل يا اخضر. اسبقوني انتم يا جماعة، ولا شوية وهحصلكم. في ايه يا شاجي؟ وقفت ليه؟ مش هندخل؟ استنوا، في حاجة غريبة قوي، البيت ما اتكلمش. بيت ايه اللي يتكلم؟ مالك يا شاجي قلقان كده ليه؟ لا لا مفيش حاجة، خلاص يلا بينا ندخل. هي الدنيا ضلمة كده ليه؟ حد يجيب خشب ويولع المدخلة. أنا هولعها. برافو عليك يا نمور. ياه، البيت زي ما هو، مفيش حاجة فيه اتغيرت. بس مش ملاحظ يا شاجي إن البيت نضيف؟ إحنا كنا مفكرين إن هنلاقي فيه تراب وعناكب وحشرات وفران. أيوة فعلا حاجة غريبة، كأن حد عايش فيه. إنتوا كده هتخوفوني، تعالوا نفتش في البيت وندور فيه. انا هدخل ادور جوه يا قرد. وانا كمان هدور الناحية التانية، ولو لقيت حاجة غريبة ابقى انده عليا. يا ترى في ايه في الدور التاني؟ الجو حر قوي هنا، فين مفتاح المروحة دي؟ اشغلها ازاي؟ يا سلام، يا لالالي يا لالالي، المروحة اشتغلت لوحدها، المروحة اشتغلت لوحدها. الله، الصبارة الراقصة. الله، الصبارة الراقصة. كان نفسي العب بيها من زمان، كان نفسي العب بيها من زمان. دق دق دق، مين بيخبط؟ انا القرد، انت مين؟ انا الصبارة الراقصة، افتحلي يا الباب. الصبارة ردت عليا والباب اتقفل عليا. دي الاوضه اللي كنت بستخبى فيها من جده. ايه ده، خفافيش خفافيش، جايه منين دي؟ الواحد نفسه في علبه ايس كريم شوكولاته على فانيليا وعليها كده شويه مكسرات. نمور حبيبي، مش هتيجي تسلم علينا؟ الايس كريم جاهز. الايس كريم جاهز؟ يا حلاوه، مين اللي كلمني بقى؟ يمكن بيتهيألي. لا يا حبيبي، ما احنا قدامك اهو.
مش طبيعي، الماما بتجري ورايا. انا قلت البيت ده برضو مش طبيعي. وبعدين بقى اعمل ايه بقى في الورطة دي؟ هي الصبارة الراقصة دي ما بتتكلمش ليه؟ يا حلولي يا حلولي، دي سايباني وماشية. وده ايه ده كمان؟ يا سلام، قرد لعبة وكمان بيسقف. انا تعبت وعايز اروح. يا ابني ارحمني بقى، ايدك ما وجعتكش من كتر التسقيف؟ اسكت خلاص، صدعتني. يا عم كفاية بقى، ارقصك عشان تسكت؟ كرهتني في القرود. ايه الصندوق ده؟ ده اكيد الصندوق اللي بيطلع منه العروسة اللعبة السحرية اللي بترقص باليه. الحقني يا نمور، في حاجات غريبة جدا بتحصل في البيت ده. ما هو قدامك اهو يا سيمبا، الصندوق بيتحرك وبيطلع موسيقى وبيغني لوحده. فين شاجي والقرد؟ احنا لازم نخرج بسرعة من البيت ده. ايوه فعلا، تعال ندور عليهم بسرعة ونخرج من هنا. الأوضة بتاعتي وسريري الجميل، وحشتوني. الأوضة محتاجة 10 علشان ينظفوها. ده ايه الحاجة المرعبة دي؟ كتاب اللي الصفحات بتاعته عمالة تتقلب لوحدها. لا 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 لا، ايه ده؟ الملاية بتتحرك لوحدها. يا جماعة حد يرد عليا، يلا بينا نهرب من البيت ده بسرعة. البيت ده فيه اشباح، الحقوني. قربنا نخرج من البيت، انا مش هدخله تاني. الحقنا يا رجل يا اخضر، بيت جدي بيتكلم ومليان اشباح. معقول اللي انت بتقوله ده يا شاجي؟ طب انا رايح اشوف بنفسي فيه ايه، وانتوا خليكم هنا. معاد تحويل الشجر لوحوش، عايزكم تخلصوا على كل اللي في الغابة علشان محدش يدخل البيت ده تاني. البيت ده ملك الاشباح وبس، عايزين نخلص على كل اللي في الغابة في اسرع وقت. عايزين نخلص على كل اللي في الغابة في أسرع وقت. وأنا مش هسمح لكم تخلصوا على أي حد في الغابة، أنا البطل الخارق الرجل الأخضر. دي النهاية يا وحش الشجرة الملعونة. أنت إزاي تتجرأ وتيجي تحارب وحوش الأشجار؟ أنت أكيد ما تعرفناش، مش قادر تقوم أكيد، وهخليك ما تقدرش تقوم مرة تانية. الرجل الأخضر ما بيستسلمش. أديكي بقيتي منورة زي شمعة عيد الميلاد. لا أنا مش هستناكي تقعي في سنة كده، قضيت عليكم وخلصت العالم من شركم ونقصت الغابة منكم. مش معقول بيت جد شاجي اتحول لوحش عملاق. قصدك بيت الأشباح، هتهرب تروح فين؟ مصيرك هيكون النهاية زي مصير اي حد في الغابة. مستخبي مني فين؟ ايه اللي حصل في راسي؟ دي قذائف الرجل الاخضر يا بيت الاشباح، انت لسه بتحاول تأتي عليا؟ هي دي النهاية، قنبلة الرجل الاخضر المدمرة. بيت الاشباح انتهى.